عهرات إيران ترأسهن حنان وساقطين الوطن يرأسهم سليم بيت واحد عدهم اسم البرلمان وكل رزقهم بيت خامنه الرجيم هو درسهم علم لا للأمان يعني حبهم للنهب فتشي قديم بيمن أبدو كل حزب ماخذ مكان ويطعن بهذا الشعب وسط الصميم تخيلوا نص وضع البلد صاير ضمان بإيد شلبة بحضن عمار الحكيم الشعب أمن وطن عند الجبان الشعب عميان وتخيلوه عظيم كان دولة وهيبة كان وكل شي كان وصار هالسحجاية بحلوق الحريم الشعب يرضاها يلويه الزمان وتحكمه حيوانات حنونة وسليم